في ظل دوحة من الوادي ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل ثم انصرف. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فأنبع الله لهما في ذلك الوادي ماء زمزم، وجاءت قبيلة جرهما على أثر الماء فسكنت معهما، وتحققت دعوة الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبعد حين عاد إبراهيم عليه السلام لتنفيذ ما أمره الله به من بناء البيت على التوحيد. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبدأ إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت، وابنه إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وهما يدعوان الله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى أكمل بناء الكعبة. وهكذا صار البيت معلما للتوحيد ومحلا للعبادة والصلاة والنسك. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.